مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من بيروت. معي أنا فابيان عون. مثل ما عودناكم أسبوعيا، دايما بنحرص نحضر لكم فقرات مميزة ومشوقة كمان، يلي رح نبديها هيدي المرة بمقابلة خاصة مع الفنان المصري محمد عطية، من ثم رح ننتقل للمقابلة يلي أجريناها مع الفنانة اللبنانية دانا حلبي. وطبعا أخصائية التغذية ماريبال حرب كان إلى حصة إذ حبت تخبرنا عن الفيتامين A. أما مصمم الأزياء ماريو متري فهيدي المرة حب يعطي نصائح للرجل حتى ينسق قبة القميص. وطبعا حلقتنا رح تتطرق لعدد من الفقرات يلي رح ننهيها بتقرير خاص، إذا حابين تعرفوا عن شو وشو محضرين لكم كمان أكيد ما إلكم غير تابعوا هيدي الحلقة. رح نبلش حلقتنا لليوم بالمقابلة يلي أجريناها مع الفنان المصري محمد عطية، يلي فاجأنا بوجود وشم على رقبته، فأكيد سألناه عن هيدا الأمر. برأيكم اسم مين كان؟ لفتتنا انتباهنا شو كاتب هون؟ اسم أمي. وتابعنا مع محمد وقلنا له عادة الرجل بس يحط وشم على جسمه بيكون خاص باسم حبيبته، فأنت اللي اخترت اسم والدتك تحديداً؟ ده بالنسبة لي مرفوض ان انا احط اسم حبيبتي، لان اي حد في الكوكب انا معرض انفصل عنه ما عدا امي، اكيد عمري ما هنفصل عنها. والست دي لو انا في حاجه انا فيها فالفضل الاول والاخير ليها يعني. واكيد حشريتنا دفعتنا نسال لمحمد كم شخص بيسالوا عن موضوع الوشم. عادي، انا كذا حد يقول لي اللي مكتوب ده، اصلا مش عندي هنا كذا وشم وعندي هنا كذا وشم، فبيسالوني عن التاتوات اللي عندي، بيسالوني بكل حد كل تاتو عندي ليه سبب، بس ده اهم حد فيهم. وبما انه محمد خبرنا انه في اكتر من وشم على جسمه فاكيد سالناه قد العدد تحديدا. 9. اما اهم وشم بالنسبه له فهيك قالنا محمد. كلها افلام اجنبيه اثرت فيا، كلها افلام سينما اثرت فيا كلهم. ومن بعد ما سمعنا حديثه لمحمد عطيه اكيد سالناه اي فيلم اجنبي اثر فيه كتير وحب يعمل وشم له. في افلام كتير اثرت فيا، يعني مثلا حاطط ايترنال سانشاين، حاطط سيفنث سيل، حاطط كلوك وورك اورنج، حاطط سينما باراديس، وحاطط مسلسل بريكنج باد، حاطط 12 انجري مان. الافلام اللي انا الكلاسيكيه اللي انا حبيتها واثرت في شخصيتي واثرت في نظرتي للسينما والافلام. وأكيد سألني لمحمد إذا بيوم من الأيام بيعمل وشم إلى فيلم عربي من بطولته. ممكن أعمل، بس مش أنا اللي همثله، ممكن أعمل فيلم عربي بحبه جدا، هو فيلم الراحل سمير غانم 4-2-4. ده من الأفلام اللي أنا بحبها جدا، فيلم كوميدي بس ما فيهوش أي حاجة جد، بس هو فيلم كوميدي من أكتر الأفلام اللي أي وقت أنا متضايق فيه بشغله، ده الوحيد اللي ممكن أحطه على تاتوي على جسمي من الأفلام العربي. وتابعنا مع محمد، ولكن هيدي المرة اتطرقنا لموضوع السوشيال ميديا. قلنا له يا محمد يلي بتابع صفحاتك الخاصة بشوفك بحركة دايمة، سباحة، غنى، سياحة، طب معقولي ما بتخاف من الحسد انه كلهم بيقولوا محمد عطية عايش حياته بظل أزمة كورونا؟ لا، أنا بنبسط وخلاص، وحلو إن أنا أنشر الحاجات الإيجابية عن حياتي للناس ويعرفوا إن أنا مبسوط، ولا ما بركزش في موضوع الحسد ده خالص خالص، لا يعني لي يعني. وبختم حديثنا معه لمحمد عطية قلنا هات لنشوف شو هي مواصفات فتاة أحلامه بما أنه بعده تحت نصيبه. ثقافتها وبحب البنت اللي يكون لبسها بسيط، تكون حقيقية، يعني لا تحط ميك اب كتير ولا تبقى عاملة عمليات ولا تبقى لابسة متكلفة في لبسها، وفي نفس الوقت تكون مثقفة. أحب البنت اللي بتقرأ جدا. وهلا رح نتطرق للمقابلة اللي اجريناها مع الفنانة اللبنانية دانا حلبي يلي متواجدة بالآونة الأخيرة بمصر، ولكن شاءت الصدف انه نلتقيها بلبنان خلال تحضيرها لعملين، واحد منهم ديو سبق ونزل من ايام كتير قليلة. يمنع يا قلبي يمنع، روحي تحن لغيرك، قلبي بهواك مولع، واخر جديد، فاكيد حبينا نقلها خبرينا اكثر يا دانا عن هالعملين. صورت عملين كتير حلمين، غنية بفركشة رمزي أو هاي شباب، غنية أنا شخصيا كتير بحبها، وغنية تانية ديو مع روبر أسعد الموزع تبع الغنية اسمها يمنع يا قلب يمنع. وتابعنا بحديثنا مع دانا وسألناها شو يلي جذبها لاختيار هالعملين، بخاصة أنه مثل ما عم نشوف الفنانين بالآونة الأخيرة كتير عم بيتأنوا ينزلوا أعمال جديدة بظل الأوضاع يلي عم يشهدها البلد. فبرأيكم دانا شو خبرتنا؟
لانه الغنيه يمنى انا كنت عملتها من قبل وبدي صورها، والغنيه الثانيه هي غنيه مصريه نقيتها بمصر وسجلتها هنيك، فحبيت انه انزلها. يعني الحياه بتستمر اخر شيء، بس اكيد مش حنزل غير ما يكون الوضع انه اروق. يعني وطرقنا مع دانا حول رأي بعض الأشخاص يلي بيعتبر أنه هي فنانة ذكية، لما نشوف عدد من الفنانات عم بجربوا أنه يدخلوا على الساحة الفنية بمصر بس ما عم بينجحوا، وهي قدرت تفتح باب خاص لإلها. أيه أنا فتحت الباب، بس بدك نفوت بعد؟ فتحنا الباب بس بدك الفوتة هلأ. صعب السوق المصري شوي صعب، بس إن شاء الله. وهل بتعتبر دانا أنه ارتباطها برجل مصري رح يخلي الجمهور يتقبلها بسرعة؟ يعني كمان ما لها علاقة بالشخص اللي بترتبط فيه، القبول من الله. يعني الصبوحة اللي بيعتبروها كانوا مصريين من دمهم ولحمهم قبل ما ترتبط بحدا مصري، وكتير غيرها من الايكون المصريين ما كانوا مصريين وبتفكرين انهم مصريين لانه قد ما بيحبون، فما لها علاقة ابدا بالارتباط بالشخص. أكيد سألناها لدانا إذا كان إصرارها على دخول السوق المصري رح خليها تبتعد عن الساحة بلبنان، بخاصة أنه شفنا بالآونة الأخيرة كانت عم تتعرض لكتير حروب من تحت الطاولة. إيه بس ما، لا بالعكس، بحب دلي ببلدي وبحب دلي عم بسقط حالي ببلدي بالأول قبل كل بلدان التانيين. وبالنسبة للمحاربات حتتحاربي هون وحتتحاربي هونيك، وين ما تكوني في حرب، بس مهم أن تكون حرب مش مأزية، المنافسة الشريفة حلوة كمان أوقات. وهل برأيكم معقولة دانا حلبي تدخل للدراما المصرية؟ إن شاء الله بتمنى، بس بتمنى شيء يعني يجي يكون أنا حابة الدور. يعني بتمنى، ما بحب فوت كيف ما كان. وقطعناها لدانا وقلنا لها حسينك عم تتنهدي من قلب محروق، كأنك أنت كتير حابة تدخلي على هالدراما، برأيكم كيف علقت؟ بدي الشغلة، جاني كتير عروضات، بس بدي الشغلة اللي بتجي على مزاجي. أنا شوي بحب، ما بعرف إذا لاحظتي أدواري بالتمثيل، بحب نقيهم هيك على المسطرة والقلم، ما بخبصها يعني. وبرأيكم بس فكرت دانا أنه تدخل للسوق المصري، شو النصائح يلي عطاها إياها زوجة مصور المشاهير أيمن عباس؟ قال لي بصي يا دانا زي ما بتزرعي هتحصدي. يعني إذا بدك أنت شيء كبير لازم أنت تكوني عم تأسسي لشيء كبير، ما فيك تأسسي لشيء صغير وتاخدي شيء كبير. بدك you have to invest بنفسك. يعني مهم أنه أيمن زوجة لدانا هو مصور المشاهير، فأكيد من البديهي نسألها كم صورة أخذ لها لغاية اليوم. أقول لهم يا أيمن كم صورة أخذت لي؟ ولا واحدة بعد. صورني شيء هيك على التليفون بس بعد ما عملنا بروبر فوتوشوت. هو اصلا ما بيصور مودلز وهيك، هو بس بيصور اعلانات، بس انا اكيد مرته سبيشال كيس يعني، فلازم ان شاء الله بتشوفوا صور حلوين عندي على البروفايل بالفتره القريبه. وحبينا نستفزها شوي لدانا وسالناها طب شو اللي غير لك رايك ودخلت القفص الذهبي، لانه بنتذكر انه مره عملنا معك مقابله وكنت رافضه هيدي الفكره نهائيا. انا كنت رافضه فكره الزواج مره تانية، عملتي معي انترفيو كذا مره وقلت لك كنت رافضه فكره الزواج كليا. يعني حتى لما ارتبطت من فتره ما قدرت كفي، يعني ما حبيت فكره الزواج، حسيت هل الارتباط بشخص مشهور بتزعج مش مثل ما تكون عم ترتبطي بشخص عادي؟ لا لا لا، انا ما عندي مشكله الشهره وما الشهره، ما عندي، بس هو بالذات ايمن خلاني اغير الفكره. يعني هو هيدا الشخص بالذات، يعني هيدا بشيله من بين مليار زلمه، هذا اللي بقدر انا اتجوزه. بس هالقد بيفهمني وهالقد مريحني وهالقد انا يعني قبل الحب قبل كل شيء هالقد انا احنا متفاهمين. يعني انا مش عايشه مع شخص، انا عايشه مع حالي. حبينا نشوف إذا دانا حلبي بتغار على زوجها، فقلنا لها يا دانا أيمن رجل جذاب وحلو، فخبرينا كم مرة بتحملي موبايله لتشوفي مع مين عم يحكي. بطلت، ما بحب، مع أنه أنا على كنتي يعني الفيس ديتكشن على تليفونه وعلى وشي يعني، وأنا الفيس ديتكشن على تليفون، بس ما بطلت يعني، بطلنا نمسك تليفون بعض. هو محيطه ما مسك لي تليفوني، وأنا ما بمسك إذا بدي أمسك تليفونه ما بمسكه، مش غيرة ولا قلة ثقة، أنا عندي ثقة في عمياء. وأنا بنت ما بتغار، يعني ما بغار، أنا ما عندي، ما في ولا بنت بتحفزني إني غار منها، بحس عندي كل شيء وزيادة يعني. وقطعني على دانا وقلنا لها بس اللي بيسمع كلامك بقول عنك مغرورة.
مش غرور، هيدي رضا. رضا في كتير أحلى مني، في كتير أحلى مني، وفي كتير عندهم قصص كتير أحلى مني، بس أنا الله خاصصني كمان بمميزات ما أنا موجودة عند حدا تاني. أما بس سألناها عن المميزات اللي عم تحكي عنها فهي قالت لنا كل إنسان عنده حدا سبيشل. أنت عندك شيء أنا ما عندي إياه أكيد، وأنا أكيد عندي شيء أنت ما عندك إياه. يعني كل إنسان الله عطيه ميزة بمطرح ما. اوعى تفكري في إنسان كامل أو في إنسان أحسن من إنسان، بس الإنسان الذكي هو اللي بيلمع البارتس الحلوين فيه. فأنا بالنسبة لألي نرجع لموضوع التليفونات، في حال مسكت التليفون فبيكون بس حشرية، ليس أنه قلة ثقة أو غيره، بالعكس أنا عندي ثقة عامية بأيمن. بما انه دانا بالاونه الاخيره كثير بتحب تعبر عن ارائها السياسيه، قلنا هات لنشوف شو هي الرسائل يلي بتحب توجهها للمسؤولين بهيدي الفتره. بقول لهم انه ان شاء الله اللي عملتوه فينا بينعمل فيكم، ان شاء الله ما حتجوعوا معكم كثير مصاري، بس ان شاء الله بتنضربوا مثل ما ضربتوا هالبلد، ان شاء الله بتنشلوا مثل ما شليتوا حركه البلد. الله لا يوفقكم يا رب، تضبضبوا وانقلعوا بقى لأنه ما حدا بده إياكم، واحد واحد من كبيركم لصغيركم. بهيدي الفقرة حاب يتوجه فيها مصمم الأزياء اللبناني ماريو متري لإلك أيها الرجل، حتى يعطيك بعض النصائح لنشوف كيف ممكن تنسيق قبة القميص مع البدلة الرسمية يلي رح نرتديها. مثل ما وعدناكم نحن رح نضلنا معكم بإطلالات ورح نحكي عن كل شيء بخص الرجال. اليوم رح نحكي عن القمصان وقبات القمصان وكيف كل قبة بالقميص تستهلك لشيء معين بالنسبة للرجل. فبداية قلنا له لماريو متري مثلا إذا كانت القبة كلاسيكية كيف معقول ينسق الرجل؟ أول شيء عنا القميص الكلاسيكية. القميص الكلاسيكية يعني القبة الكلاسيكية هي القبة اللي بتركب عليها الكرافات أم ربطة العنق. القبة اللي بتركب عليها ربطة العنق في منها عدة أنواع وعدة موديلات. أكتر موديلات شائعة على الرجال هي القبة الكلاسيك يلي هي بسموها القبة الطبيعية، يلي هي لا بتجي نازلة ولا بتجي طالعة، بتجي على القد أوكي، يلي هي بيستهلكوها تقريبا جميع رجال الأعمال والسياسيين ويعني اللي بيشتغلوا بالشأن العام والشأن الخاص والبنوك ويعني كل شيء كوربوريت تقريبا. أما إذا كانت قبة القميص تليانية فأكيد الحل هو عند ماريو متري. بيرجع عندكم الكل إيطاليان أم القبة التليانية يلي هي بتجي شطح لورا، بتجي سوي ستايلش أم أكتر بتعطي أناقة أم بتعطي لوك للرجال غير عن الكلاسيكي أوكي. بتنلبس أكتر سبور شيك، أكيد في عالم بيلبسوها كمان بالدومين الكلاسيك، بس هي بتنلبس أكتر سبور شيك مع بليزر مثلا وبنطلون لون كذا هيك تتعطي نفحة شبابية شبابية للبدلة. وتابعنا بحديثنا مع ماريو وسألناه إذا كانت القبة أمريكية كيف ممكن يتصرف الرجل بهيدي الحالة. بيرجع عندكم القبة الثالثة اللي رح نشوفها هلأ. القبة الثالثة هي القبة الأمريكانية. القبة الأمريكانية هي القبة اللي بتجي كتير قريبة على بعضها، هي كتير فورمل، يعني منشوف رؤساء الجمهورية أغلبيتهم بيلبسوا القبة الأمريكانية لأنه كتير اللي بتعطي الكاركتر الجدي للشخص، يعني بتكون القبة قريبة لبعضها كلاسيكية كتير، هي عادة يعني للعمر شوي المتقدم بيلبسوه أكتر شيء. هيدي بالنسبة لقبات القمصان، القبات القمصان الريجولر. وكان من اللافت انه ماريو متري حب يسلط الضوء على القبة السبور، بخاصة انه منشوف عدد من الرجال بفضلوها أكتر من القبات الكلاسيكية والرسمية. القبة السبور هي معروفة بالبطن داون، يعني الزرة مبين لبرا. هاي القبة ما بتنلبس ابدا على بدلة، بيغلطوا كتير وبيلبسوها، من الاغلاط الشائعة هي انه بيلبسوها مع كرافات. هاي ما بتنلبس ابدا مع كرافات، هاي يا بتفتح القميص زرين يا بتسكر القميص عاخره وبتضلها كلوك. يعني هاي بالنسبة للقميص سبور. وطبعا طرقنا مع ماريو متري لموضوع التوكسيدو والقمصان يلي لازم الرجل يرتديها.
اما اذا بدنا نحكي بالنسبه للتوكسيدوز ام بالنسبه للبدلات الاعراس والايفنتات، يعني شو قصدي ببدلات الاعراس والايفنتات؟ يعني البدله اللي لها ساتان الكولشال، البدله اللي بنلبسها بابيو، بنلبس لها نوعين من القميص. اول نوع من القميص هو يلي هو بسموه الكولكاسي ام الاب المكسوره، يلي هي هيدي يلي هي هون نص قبة بتجي بتركب عليها البابيون. بتركب عليها البابيون هون. هلا رح فرجيكم كيف. اوكي جبنا بابيون هلا لنفرجيكم كيف. تقريبا البابيون بتركب من هون اوكي، وخيطة بيركب لورا. بالزمانات من اكيد 150 سنة ما كان في شيء اسمه البابيون تتركب بهالطريقة، كانت تنربط كلها سواء نوع بابيون. يمكن بالحلقات القادمة بعلمكم كيف بتربطوا بابيون طبيعية 100% على قبة كولكاسي مثل هالنوع. أكيد في عنا أنواع كتير من الكولكاسي، في بليسي من هون يعني عليها تطعيجات، في السادة، في الزرة أسود، بس نحن عم نحكي اليوم عن القبات. وبالنسبة للنوع الثاني من القبصان الخاصة بالتوكسيدو فهيك قالنا ماريومتري. أما القبة الثانية هي القبة بسموها كول ماو، عبارة عن كلمة ماو يعني كول من ماوت سي تونغ، يعني بلا أب نهائيا. اشتهر فيها ماوت سي تونغ الصينية، الأب الصينية يعني بسموها. بقى هاي الأب بلا أب نهائيا، بين فيه نحط لها ريبان، في ما ينحط لها شيء تتسكر على الآخر. كتير كمان شائعة مع البدلة اللي مثلها، كمان البدلة اللي هي بلا أب نهائيا. وبختام حديثنا معه لماريو متري أكيد سألناه عن الأبات يلي شكلها دائري، فبرأيكم شو خبرنا عنا ماريو كيف ممكن الرجل ينسقه؟ وآخر شي منحكي عن كول بيبي أم الأب المبرومة وأب البوينتو. هيدي الأب الكول بيبي أم أب المبرومة بتجي مبرومة، يعني هلأ ما مش موجودة عندي هلأ ديريكت، بس رح فاجيكم كيف بتجي. تقريبا بتجي كلها مبرومة من هون ومن هون أوكي. بنحط لها سيخ، هيدا السيخ بنحط من ميل لميل اوكي. هيدا كانوا يلبسوه بالزمانات مع كرافات، يعني تنحط ينحط الكرافات فيها هون مثل ما عم نشوف، تنحط الكرافات فيها هون، وفوق الكرافات ينحط السيخ من ميل لميل. رح فرجيكم كيف بنحط السيخ من ميل لميل، يعني من هون اوكي. هيدي بتنعمل كمان، هيدي هلا اليوم على ابي بوينتو وعلى كول بيبي، يعني الاب المبروم. الكول بيبي هي اكثر شيء اب شائع عند النساء، كمان بيلبسوها لما بدهن يلبسوا مانلي لوك ام بدله رجاليه بس ملبوسه من 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 مره من امراه. دايما بنسمع انه بينحكى عن الفوائد الغذائيه والصحيه للفيتامين اي، فشو رايكم هيدي المره نشوف اخصائيه التغذيه ماريبال حرب شو خبرتنا عنه؟ ما في شك انه الفيتامين اي مثل باقي الفيتامينز والمعادن مفيد جدا ومهم جدا للحفاظ على صحتنا، خاصه جهاز المناعه عنا، جهاز التناسلي، النظر، البشره، فاذا هو كتير مهم نكون عم ناخده. ايضا الدراسات بينت انه الفيتامين اي بيحتوي على كميه عاليه من المضادات للاكسده اللي بتساعد على تلف الجذور الحره بالجسم، وبالتالي بتحافظ على صحتنا مناعتنا، وايضا مفيده جدا لاجهزه كلها بالجسم من الجهاز الهضمي وغيره. كمان الفيتامين اي مفيد جدا للدماغ، الرئتين، والاجهزه او الدمويه والامعاء عنه. وأكيد سألناها لماريبال وين ممكن نلاقي الفيتامين A. الفيتامين A موجود مش بس بالخضرة والفواكه، أول شيء هو موجود بكل أنواع الأكل المدعمة مثل الرقائق الذرة أو حتى الحليب المدعم، أيضا موجودة بالحليب، بالجبنة، بالخضرة اللي لون ورقتها أخضر مثل السبانغ، الركة، البقلة، البروكولي. كمان الفيتامين A موجود بالجزر مثل ما بنعرف المقولة الشهيرة الجزر بقوي النظر، لأنه فيه فيتامين A اللي مش موش المانجا. أغلب أنواع الفواكه اللي لونها أورنج أو برتقالي تحتوي على كمية عالية من الفيتامين A، ومهم أنه نكون عم ناخده. كمان موجود بالسالمون كبروتين، بالصفار البيض، باللحوم العضوية، بيحتوي على كمية عالية من الفيتامين A، ومهم نكون عم ناخدهم إذا ما عنا مشاكل تانية مثل الكوليسترول وغيرها، لأنه بحاجة نكون عم نخفف الدهون فيها.
ومن بعد ما سمعنا من ماريبال هالشرح المصهب عن فيتامين اي فاكيد من البديهي نسألها قد ايه الكمية يلي من المفترض نأملها للجسم يوميا. اما بالنسبة للقدي لازم نكون عم ناخد يوميا، مهم ناخد كل انواع الاكل لنوصل لل 700 ميكروغرام من الفيتامين اي يوميا عند المرأة و 900 ميكروغرام يوميا من الفيتامين اي عند الرجل. واكيد قلنا لها لماريبال طب شو بخصوص السابلمنتس اللي متناولها ببعض الاحيان لانه ما بنكون عم نأمن الكمية اللازمة يلي محتاجها الجسم. اما بالنسبه للسبلمنتس الفيتامين اي، اذا نحن عم نتناول كل انواع الماكولات بطريقه معتدله وعم نفوتهم كلهم على نظامنا الغذائي اليومي، نحن مش بحاجه نكون عم ناخذ سبلمنت من الفيتامين اي او من اي نوع فيتامينز ثاني، لانه نحن بنكون عم ناخذهم كلهم من الماكولات. سو اذا عنا تقصير بتناول المأكولات ساعتها فينا نكون عم ناخد المكملات الغذائية الغنية بالفيتامين اي، او فينا نكون عم ناخد مالتي فيتامين فيو فيتامين اي اذا ما عم نوصل للقدرة اللي نحن بحاجة الى من المأكولات الطبيعية. وبرأيكم هل في عوارض جانبية ممكن نتعرض لها اذا كان في عنا نقص في الفيتامين اي؟ اما بالنسبة للعوارض الجانبية لعدم تناول كفاية فيتامين اي او لنقدر نعرف اذا نحن عنا نقص من الفيتامين اي، فاول شيء في عنا جفاف في العينين، فاذا اول شغله او اول انديس من نقدر نشوفه هو العينين عنا اذا في جفاف فيهم، هذا الشيء مثل سبب منه هو نقص تناول الفيتامين اي. وإذا ما نكون متطورين أكثر بمشاكل العينين اللي سببها الفيتامين اي، هو مش بس جفاف العين ولكن العمل كلي عشية بالليل، يعني بس يصير في عتم يا بتبلش تغبش النظر عنا أو ما بنكون عم نقشع منيح. وإذا كانوا الفحوصات للعينين عادية طبيعية فإذا السبب هو نقص الفيتامين اي بنظامنا الغذائي، ومهم إنه نكون عم نتناوله. أيضا حدوث التهابات للصدر الحلق الجهاز التنفسي دائما عنا، أو إذا نحن معرضين دغري إنه يصير في عنا التهابات بهدول الأماكن معقول السبب يكون نقص الفيتامين اي عنا. كمان منزيد من الأشياء اللي بتخلينا نحس إنه نحن عنا نقص فيتامين اي هو عدم التئام الجروح بسرعة، إذا جرحنا إيدنا وما التئم بسرعة هيدا الجرح معقول يكون السبب إنه نحن ما بنتناول كفاية الفيتامين اي بنظامنا الغذائي. آخر دراسات كمان بيّنت أنه الخصوبة عنا من المشاكل، أكيد في عنا كتير أسباب لإلها، ولكن من الأسباب اللي معقول يكون موجودة هو نقص تناول الفيتامين A. ومثل ما حكينا عن العينين ومثل ما قلنا بالأول أنه الفيتامين A مهم جداً للبشرة، جفاف البشرة أو مشاكل البشرة ترهل البشرة معقول يكون سببه نقص تناول الفيتامين A. مهم أنه نتناول أكثر جزر، بروكولي، سلطات الغنية بالفيتامين A. وطبعا ماريبال حرب ما حبت تنهي حديثها معنا من دون ما تعطي بعض النصائح الغذائية المتعلقة بهذا الأمر، برأيكم شو قالت؟ ومثل ما الدهون، البروتيين، النشويات أساسية للطاقة اليومية، لازم نعرف أنه نحن إذا ما بنتناول كفاية فيتامينات ومعادن هذا الشيء بيولد عنا كثير من المشاكل الصحية. فإذا مش بس لازم نكون عم ناكل المأكولات الغنية بالمايكرونيوترينتس أو الأشياء كتير كبيرة موجودة بالمأكولات، مهم ننتبه أيضا على الديتيلز اللي هن الفيتامينز والمينرالز. اليوم حكينا عن الفيتامين A، وهيك نصيحة صغيرة إذا ما بقى نحفظ وين منلاقي الفيتامين A، ما تنسوا كل شيء خضرة وفاكهة لونها أورنج، أورنج أحمر، فليفلة حمراء، جزر، البندورة، الأورنج، هيدول بيحتوي على كمية عالية من الفيتامين A، ومهم ندخلهم يوميا بنظامنا الغذائي لما يصير في عنا عوارض جانبية لعدم تناول الفيتامين A. راح تعلمك سيدتي خبيرة التجميل ميسون هلال شو هي الخطوات اللي ممكن تعتمديها حتى تحصلي على ميك اب مميز بيرتكز على اللون البنفسجي او اللافندر، فإذا حبي تعرفي معنا كيف ممكن تحصلي على الميك اب المميز اكيد ما قلت تعال تشوفي هيدا الفيديو. اليوم رح نحكي عن ترند 2022 اللون الفيوليت او البنفسجي اللافندر الفاتح او الموف الفاتح بالشعر والمكياج العيون. واليوم كمان رح اعلمكم كيف بنعمل جرافيك اي لاينر بطريقه سهله ممكن انتم تعملوها بالبيت. انا دائما ببتدي بالحواجب، اكيد بنحط لهم جل او
صابونة الحواجب اللي بتوقف الشعر، ومحل الفراغات بنحط نحنا الخطوط الشعر، بنكملهم مثل ما شايفين بين في شعر طبيعي. نرجع بالمسكرة البني شوي منعبي. خلصنا الحواجب، هلأ راح أعلمكم كيف بدنا نعمل فيس ليفت بالكونتور الوجه. بكونسيلر أبيض ممكن نعمل ليفت للوجه، وهو دايما طلوع وكأنه وجهنا عم يضحك. قلتلكم طلوع. هلأ بنعمل استومباج. طلعوا معي منين بدي احط البلاش او الكونتورينج، من فوق من هون نعمل استومباج كمان طلوع. بنحط اللوز باودر كمان طلوع مثل ما شايفين، كمان لفوق، وكمان بنحط الفاتح تحت الخد كله ليشقل معنا الخد لفوق. هلأ رح نحط البلاش سوا لفوق. 2022 كتير ان نحط البلاش الموف كمان. هلأ رح نبلش بالجرافيك ايلاينر. فيكم تستعملوا هيدا الموف، بتشيلوا منه وبنحطه مع الفوند التام، او فينا كمان نحط كمان باودر اي شادو باودر، كمان فينا نخلطه مع الفاونديشن بيطلع عنا ايلاينر او اي شادو او جلوسي اي شادو. فينا نعمل كمان فاونديشن وبنحط معه باودر، بنخلطهم. هلأ بس نخلطه ونشوف اللون سوا. خلطنا الموف الاي شادو مع الفاونديشن، طلع معنا هيدا. هلأ خلينا سوا نعمل الايلاينر، الجرافيك ايلاينر. رح نحط شوي اي شادو موف، عملنا كل العين موف، اي شادو موف مثل ما شفتوا، بنخلي فاتح من جوا وبنغمق على دوائر العين. هلا بنحط الايلاينر الموف اللي نحن عملناه تحت العين. فينا نحط شوي ابيض من جوا وتحت الحاجب. هلا رح تتفاجئوا انه الايلاينر رح يكون ابيض، كتير موضة الايلاينر الابيض. خلينا نشوف سوا. بنبلش بزاوية العين من برا وبنظهرها طلوع لفوق. حطينا الايلاينر من برا، هلا بدنا نحط لها كمان عزاوية من جوا لتبين مسحوبة لبرا وطلوع. ما بنحط بالنص بس بنحط على زاوية العين من جوا. دايما ما تخلوا الرموش كتير طوال، قصوا منهم وبس عالزاوية احسن ما يكون كله سوا. هيك بنكون خلصنا الاي شادو والايلاينر. يبقى المسكرة
هلا اذا نحن ما عندنا حمره نفس اللون مثل الاي شادو، فينا كمان نخلط الاي شادو مع الفاونديشن وكمان نرجع نحط نفس الحمره على من بعد ما نحط الكونتور البيز، بنحط الموت اللي نحن خلطناه نحن انا وياكم، بتحطوا نفس الشادو اللي حطيتوه على العيون، نرجع نكتر شوي بلاش، البلاش قلنا بنحطه فوق لا يشقل الوجه، وكمان بلون الموف. هيك بنكون خلصنا اللوك الميك اب 2022، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. وهلا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم يلي مثل العادة بنحرص ننهيها بتقرير ميداني. كرمال هيك برنامج من بيروت حب يحط الاصبع على الجرح وينزع على الشارع ويشوف المواطنين شو رأيهم من بعد ما صار سعر صرف الدولار الواحد 30,000، وهالراتب يلي عم بتقاضوه برأيكم قد ايه صار بوازي بالدولار، وهل بعضهم بيقدروا يشتروا كل الامور يلي بيحتاجوها خلال الشهر؟ لتعرفوا شو كانت ردة فعلهم وشو خبرونا اكيد ما قلكن غير تابعوا هيدا التقرير. هلا انا ما في احكي على حالي لانه انا بدي احكي عن الناس، انا وجع الناس من وجعي، فصار اقل شيء يعني 70 دولار المواطن العادي، ما بكفي نهائيا، يعني شيء مثل عم بيكذب على حاله وعم بيكذب على عائلته، ما بيعملوا شيء نهائيا. في ناس كثير انحرمت من اشياء كثيره، سلع بالحياه من اللحمه للسمك، اكلات اساسيه بالحياه ما عم بياكلوها، تكشف مش كتير على حساب صحتهم وعلى حساب اولادهم وعلى حساب معيشتهم وعلى حساب بعد في النفس عم يتنفسوه بعده لهلا، يمكن يعملوا له كمان طريقه ممكن، بس لما رب العالمين موجود مشكله. ما الهيئه السوداء مين اللي عم يلعب فيها؟ هن حتان المال، هاي السلطه السياسيه الفاسده عندنا بلبنان، هيدي على وش دوله بتجي من هالدنيا هيك الله بعث لنا اياها وبتخلصنا من هالنظام هيدا الفاسد من اساسه كله كله كله، تجتاح وتجتياح ما تخلي واحد فيه ولا شيء، بسوي نزلة على السوق وما بتشتري كل غراضك وبتطلع لا يعني تقريبا تاكل وبتشرب فيها على مدة يومين ثلاثة إذا ما كنت عامل عزيمة وعندك خمس ست أشخاص، يعني بكفوا لشخصين ماكسيموم. كنت أقبض 1,250,000 بس كنا يكفونا تقريبا 10-15 يوم من الشهر بقيمة 600 دولار تقريبا 600-700 دولار، اليوم ما بيعملوا شيء. حتى اللي مبسوطين بالدولار وعم بيصرفوا دولار ما عم يعمل شيء. المئة دولار قبل ما كانت تشتري أكتر من ما بتشتري هلا، لأنه هلا بتاخد 3 مليون بس بتروح لتشتري كيلو شوكولا حقه 1,200,000 لأنه القيمة تبع الليرة صارت بالأرض. هلا هني شو بيشوفوها؟ بيشوفوا إنه نحن عنا دولار ماشيها 3 دولار، بس مش عارفين إنه 1,005 لما كانت الليرة 1,005 كان الدولار ماشي بالنسبة لنا. يعني إذا هلأ الدولار 30 الموظف يعني عم بيقعد هلأ 2,000,000 بالشهر، يعني 2,000,000 ما بيطلعوا 60-70 دولار، يعني هلأ صارت العملة اللبنانية ورق سندويشات. 100,000 ما بقى بتعمل لك شيء، ما بيسوي لك شيء. 100,000 يعني زي 10,000 ليرة. هلأ روح هلأ اشتري من الدكان علبة طوم بلك 50,000، سندويش شاورما حقه 40-50,000، شغل ما في، دولار عم بيطلع وكل شيء عم بيغلى. هلا كل شيء بيصير بالدولار، الانترنت بده يصير بالدولار، الكهرباء بالدولار، المي، الفواتير، كل شيء بده بالدولار. هلا العمله بالارض راح من قيمتها 80-90%، وانا شايف لك اذا حضل هيك الوضع، البنزين عم بيغلى والغاز عم بيغلى والأدوية عم تغلى وكل شيء عم بيغلى، الدولار الله اعلم بعد شهرين ثلاثة بده يصير 50، وانا كلام مسؤول عن كلامي. الدولار راح لل 50 يمكن يشبق طلوع، الدولار حيضلوا هيك طالع من هلا لبعد الانتخابات. انا بقول مسار انتخابات الدولار 50-60 حيضلوا يطلع الدولار، العمله بالارض كل شيء عم بيغلى. يعني معاش الموظف بشكل عام بيسوى له 25-30 دولار بس هالقد. هلا اكيد ما حيكفي حتى يعني الحاجيات الاساسيه ياكل ويشرب ما حيكفي، بس انه نحن طبيعه المجتمع هون بياخذ شوي من خيه من صاحبه من امه من قرابته
هيك ماشي المجتمع بالواقع اللي احنا فيه. يعني صار الأزمة عمرها سنتين وكل منا عم تزداد الأمور والناس لابدة وساكتة. يبدو أنه الناس تتأقلم للأسف أكيد، الله أعلم إذا بيصير شيء تاني يعني، بس الظاهر أنه الناس عم تتأقلم. لا طبيعي حيطلع مش حينزل، يعني إذا بده ينزل ما السؤال اللي بينطرح بناء على شو بده ينزل، يعني إلا إذا في مغارة علي بابا فجأة ظهرت بلبنان إيه ممكن، أما غير هيك لا أبدا. يعني المينيموم يمكن شي 100 دولار يمكن صار أقل، أقل أكيد أقل، 50 60 دولار ما بيكفوا شيء. يعني حتى كمجمل العالم بلبنان الأكترية اللي عم بيجيهم دعم بيجي من برا، يعني المغتربين يعني ما في بيت إلا عنده حدا، وإلا كانت نحن بوضع مأساوي كنا. أكيد بده يطلع، ما خلص هو ما سياسي، هو الدولار سياسي مش منطقي كمان سعره، يعني حجم لبنان واقتصاد لبنان ما بيطلع هالقد. نحن مش دولة كبيرة كتير، يعني نحن شو دولة صغيرة يعني كتير هو زايدة. 40 دولار، 45 دولار، طالما انه ما في شيء اصلاحات، ما في شيء اليوم بيشجع، والعالم خايفة، العالم كله اليوم اللي معه دولار عم بيضبه لانه ماشيين بانهيارات، لا في كهرباء لا في مي، ما في شيء، ما في طبابة، ما في دواء، ما في شيء. حسب ناس 50 دولار، ناس 100 دولار، حسب سقف الدولار ما بيكفي، بس هو الموظف بيتحمل مسؤولية لأنه كان عم يخبي وكل واحد عم يستر على التاني، الفساد غطى على الناس كلها. لا يغير الله ما بيكون حتى غيره ما بأنفسهم، لأنه التغيير هو ضريبة بالبشر إنه بالدولار، يعني التغيير للأنفس يعني مش سيء للأحسن، كل واحد بيشيل التهمة على التاني. إصلاح البشر بده كل واحد يصلح حلو، يعني بدك تحسب شيء 20 دولار، 25 دولار مش أكتر. إذا العسكري عم يقبض 30 دولار أكيد أكيد، لا 100% لا أكيد ما بيكفوا نهائيا، حرام. يعني شوف وضع البلد، يعني تخيل عاصمة ما فيها كهرباء، يعني معاشه عم يحطوا للاشتراك وعم يحرم حاله من كتير شغلات، مثلا مثل الطبخ، وما الطبخ مش كل يوم عم يعمل. أكيد أكيد في كتير أشخاص ما قادرين يعني يجيبوا شغلات اللي كانوا يجيبوها من الأول، بس في ناس بتساعد، يعني الحمد لله في ناس طيبين بتساعد، وأهلنا اللي عايشين بالخارج كمان أنا عم يطلعوا وش بأهلهم هون. هو المغتربين اللي موقفين بصراحة الشعب اللبناني على أجره مش الدولة. أنا بتذكر لما طلعت الحكومة هيدي آخر حكومة نزلوه على 13 ورجعوا طلعوه هن على 30 ألف، يعني في مافيا هي اللي عم تحرك الدولار، ومعروفين بالأشخاص من هن، بس حامية حرامية بيقولوا. يعني هلا المعاش الموظف الدولي بشكل عام اذا كان بعده على السعر الجديد ما بيوصل ل 60 دولار ل 65 دولار، يعني تقريبا خلينا نقول داب بمعنى اصح. لا بتصور انا حتى عم بعاني على مستوى لقمه العيش اليومي، يعني حتى على لقمه الخبز عم يصير عنده معاناه، ما بكفي ايام معدوده يعني مش اكثر. بتسمع كثير عن اللبنانيين وبيتأقلموا، عندهم هالعادات وعندهم هالأساليب اللي بتدعوها دائما بأنه نحن نتحمل ونحن نتكيف وهالمسائل. لا الإنسان بشكل عام ما بيقدر يضل يكفي هيك بهذا الشكل، لابد من حلول، وحلول جذرية تكون بالحد الأدنى منصفي للوضع الاجتماعي اللي عم بيصير فيه حالات اجتماعية كثير خطيرة. يعني هذا كله عم بيولد بالمستقبل إمكانية خلينا نقول للإجرام، إمكانية للفلتين على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي. فكتير من السلبيات الممكن هذا يعني كتبعات موجودة. حتى صارت الليرة اللبنانية بالأرض، فأدت هذه المشكلة إلى هبوط رهيب جدا بالطبقة العاملة اللي موجودة بلبنان. اليوم برأيك المعاش قادر بعد يكفي الواحد؟ ولا ممكن، ولا ممكن، لأنه 1500 بكل الدكاكين والسوبر ماركت 1500. هلا كل محل ببيع على شكل، المراقبة مفقودة نهائيا، وهذا عم يؤدي إلى مين؟ أثر يعني بالمعنى. وهلا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. مثل العادة بنتمنى إنه فقراتنا كانت نالت إعجابكم. دمتم بخير، وما تنسوا تلاقونا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت.